ايش شعورك انه يكون الهدافين كلهم غير سعوديين؟ تحس ان عندك طفره في المهاجمين، مو زي اول. يعني الرؤساء اللي صاروا يمسكوا في الاخير، اول ما يجيب اجنبي راس حربه، عنده عله في المحور، عنده عله في راس حربه، يجمع الاثنين ثلاثه. وهذا انعكس سلبا على راس الحرب السعودي بكل تاكيد. وعندنا طفره الان صراحه، يعني مو زي اول، عندنا الحواري، عندنا المدارس، عندنا صراحه ما في حتى وقت ما عند كنا النقص. تقصد كيف عند النقص؟ ايه نقص. اول يطلع لك كذا لاعب، يعني اول في فادي الحمدان، في الله يرحمه، في سعدون، في عندك جمال محمد، عندك عدد يعني كثير، يعني كثير من المهاجمين. لكن الان الفتره هذه، يعني حتى رحنا روسيا صراحه، يعني اجتمعنا كذا مره مع ابو ناصر الله طول عمره، فما ما في راس حربه اللي هو راس حربه صريح صراحه. يعني راس حربه يجيك مقومات راس حربه ما في تعتمد عليها. احيانا يكملون مثلا خالد مسعد يكمل كراس حرب، احيانا يعني في ناس يشيلوا طيب الفريق مثلا حمزه دريس، حمزه صالح، حمزه يعني اسم اللاعبين الكبار.